كانت فروقات كبيره وكبيره جدا في عمليه الاحصاء وفي تدبير الشان ديال البرنامج الوطني لمحاربه الدور الصحيح في مدينه العرائش. كانت فروقات ما يمكنش نوقفوا عليها، لان الاخوان كنعتقد بان العرض اللي طرحوه له السي عبد الملك اللي كان يعني حي، وكذلك بالنسبه للسي الشتوكي والاستاذ السو، اعتقد بلي احاطوا بالمشكل، يعني طرحنا المشكل. حنا هنا ولات جنا بيضاوة كاملين تقريبا، لانه يعني اما انه مهتم قريب واما انه منذ جنا بيضاوة. حنا ما عنجبوش نطرحوا لهم المشكل لان المشكل مفهوم. يعني الخروقات اللي كانت في البرنامج الوطني مفهومه وتسردت امام الاعين ديالنا، ولكن من خلال هذا المشكل هذا لابد من البحث على الحلول. حنا جينا هنايا باش نناقشوا جنان بيضاوة، ما جيتش نناقش انا البرنامج الوطني، جيتي نناقش البرنامج الوطني، ما جيتش نناقش العريش كامله، جيت نناقش جنان بيضاوة والتنسيقيه، الدور ديال التنسيقيه وما هي الحلول، شنو هي الحلول اللي ممكنه باش نكونوا عمليا يعني في التوصيات اللي غادي تطرح. غير الاخوان باش نستحضروا باش نخرجوا حنا من الاشكال ونحطوا نقولوا تحيين ديال المشكل الحال الان، يعني باش ما نغرقوش في التفاصيل، هذا فاسد هذا ماشي فاسد، هذيك اللي بغى يقول شغلو هذا، حنا اللي عنده شي ميله في رماد ولا لا ما كندافعوا حتى على واحد، كان اللي فاسد راه الحبس، علاش مشكل؟ حنا كنضامنوا مع الساكنه هي الاولى، لان ملي كنهضروا على الحق في السكن راه الحق مكفول دستوريا، ملي كنهضروا على ان واحد الفئه عندها الحق تسكن راه كنهضروا حتى على المواطن ككل، كنهضروا على المواطنين ككل، حق في السكن هو حق مكفول ويجب الدفاع عليه، وان الاحساس ديالنا بهذوك الناس يعني المعاناه الاجتماعيه في الدور الصفيح هذه راه مساله مفروغ منها. حق الناس المتواجدين في جنان بيضاوة باش يستافدوا هذه مساله مفروغه منها، حتى ما كنناقشوهاش بعضنا شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عندوش. العمليه الاحصاء كانت الان غير باش نستحضروا ونمشيو باش نمشيو في مسطريه نكونوا عمليين اكثر. البرنامج الوطني يعني البرنامج ديال محاربه الدور السكن فيما يتعلق يعني بمدينه العرائش راه كانت تقريبا اللي كانت طرحت في 2005 يعني كانت الاراده الوطنيه هو ان يقضيو على مدن الصفيح في مدينه العرائش على اساس ان في 2008 ما تكونش شي براكه في مدينه العرائش. يعني العمل اللي قامت به السلطات المحليه والمجلس البلدي اللي كانت ديك الساعه ما كاينش العمران، انتم في راسكم الطرف، لان دابا عاد جات النقاش على العمران، راه نقاش العمران ماشي مالكه. نجيو باش توضح الفكره، باش ما نبقاوش نلعبوا على العمران ماشي مالكه، هي طرف في الاسكان. هي اي طرف في تنظيم عمليه الاسكان، كنا كاين اللجنه المحليه وصحه العمران حتى هي طرف كشريك ماشي هذا المقلوب. على اي المشكل ديال جنان بيضاوة كاين المشكل ديال الملكيه الفرديه اللي كانت هي ملكيه محفظه، والاكثر من ذلك راه ما بقاتش في الملكيه، بقات عاوتاني كذلك الرهن الموجود عند الملكيه وهو رهن مبلغ كبير الملايير على ديك الملكيه. هذا الرهن هذا في حال احنا بالنسبه لنا كمجلس بلدي وانتم فاهمين هذا الشيء، 2009 كنا في المعارضة وصادقنا بالإجماع على نزع الملكية، على نزع الملكية، نزع الملكية. هذا القرار هذا أعتقد أنه تم التحيين ديالو في المجلس الحالي. هذا هو هنايا كنهضروا على الحل الإداري. دابا أنا الندوة حسب اللي لاحظت كانت حسب اللي طرح الأستاذ السو كاين حلين الآن، كاين الحل الاداري والحل القانوني. الحل القانوني هو النزاع في الملكيه الى اخره، وكاين الحل الاداري هو الحل اللي كتقوم به السلطه التنسيقيه الى اخره. الدور ديالنا دابا شنو هو؟ ما العمل في هذه الوضعيه هذه؟ احنا ما غنقولش في الجزئيات ديال هادو زادو هادو كلنا، قلنا كان القضاء كان طرحت 4000 براكه في هذا 5000 براكه، يعني تنزلت منا 4000 والان حنايا في 6000 براكه. هذا هو تقريبا، هذا ماشي اشكال، هذا ماشي اشكال امام الوعاء يعني الوعاء العقاري اللي كاين في العرايش،
والحلول اللي ممكن حيت هو خص التفكير في الحلول ومن بين الحلول راه جات في الاخوة عند الاخر هو ان ممكن يكون البناء وتسليم البناء لا حتى ديك الامكانيه ديال الوعاء العقاري اللي واحد كيبغيه سبعه د القطاع واحد باقي اربعه واحد ما يسكن شي بوا ويما معاه واحد هذا راه حيت كاينه اشكال خصنا نتفاهموه حتى كلشي عيط في هذا الاشكال لا بالنسبه للسلطه ولا بالنسبه لكلشي لان ملي كنمشيو عندو كتقول لك هنا خصني سبعه د القطاع لانني شد مساحه كبيره هو معدوم هما اشكاليات تقنيه تما ولكن كاينه كنخص حلول حنا الدور ديالنا هو تحيين هاد الحلول يعني وضع ملف في التنسيقيه والبحث عن الحلول ومواجهه السلطه بها في السلطه المحليه والدعم ديال هاد الشيء هذا اما كحق مناقشه كحق والفروقات اعتقد هذاك عنده المجال ديالو لهذا يعني انا بكل صراحه التضامن ديالنا هو تضامن مبدئي لا نقاش فيه حق في السكن سواء الناس نكونوا واضحين حتى انا نمشي اكثر من هكا كعمالي بالنسبه للناس المحسيين اولا يكونوا من الوالا بالنسبه للناس اللي تزادوا هذوك راه ما جاوش يطوبوا هذوك مواطن مغربي وله الحق كذلك في السكن البحث عن الحلول كترجع للسلطات المختصه يعني في التشارك ديالها مع المجتمع المدني واعتقد ان الحل اللي يبقى في التنسيقيه انا اقولها هذا رايي الشخصي هو الحل الاداري هو الحل ديال الحوار والحل ديال المجلس وفي السلطه بشخص السلطه المحليه اما المشكل القانوني غادي تجبروا اشكالات كبرى لا بالنسبه للتحفيظ ولا بالنسبه للران هذاك غتجبروا اشكالات كبرى وغتجبروا الملف اخر مطاف مسدود لان ضمان الحق على حساب حق اللي كيمشي في القانون وان السلطه القضائيه كتعمل استقلاليه تامه ماشي بحال العمل ديال المجلس البلدي بانه كيطبر الشان العام وانه مسؤول على السكن المواطن كيبقى الحل الكره المرميه انا اعتقد بان الكره المرميه هي كحل عمومي كحل اداري وليس حل قانوني لان باش ما يكونش ظلم على ظلم لان السلطه القضائيه لا تعترف بهذا المسائل هذا يكون السقف مسدود